تشيل فراي صيامي، طبعا هم نيرهم مقلوبة صيامي. إذا سويتوا رز أحمر وياها طبقتوا. المواد هاي هنا الخضرة كلها راح نبدي هسه إن شاء الله. أسوي أضيف زيت، كمية زيت اللي تحبوها، تقريبا 3 ملاعق كبيرة أو 4، لأنه مصوم لازم يراد له شوية زيت. بعدين نضيف البصل، البصل والكرفس. البصل طبعا هنا حبتين بصل كبار اني مقطعتهم شرايح، والسلري 4 عودان من السلري. يعني اول شيء لازم تقشروه لانه القشرة الخارجية لازم تنشال. السلري هو الكرفس بالعراق، الكرفس بالعراق اسهل طبخة من هذا، لان هذا شوية قوي يراد له يذبل. من هيك خليته ويا البصل. نبدي شوفوا اللون شلون صار، لون البصل عندنا هنا صار. عندي هنا فطر او مشروم 8 اونسات راح اضيفه. هنا لازم اعلي النار كلش لان ما اريد هواي يذب مي الفطر. احرك، نبدي نضيف البهارات اللي يعجبكم. طبعا يصير اي نوع بهارات. راح اخلي ملعقة صغيرة من الكاري، ملعقة صغيرة من بهار مشكل، 7 بهارات. اخلي مكان الملح ماجي خضراوات، هذا اسمه فيجيتا، متوفر بالاسواق العربية. شوفوا خليه، طبعا الملح بكيفكم، هذا مكان الملح لان هذا بيه ملح، وماجي خضراوات ينطي طعم طيب كلش. ملعقة كبيرة من الصلصة الحار، صلصة حارة. ملعقة كبيرة من دبس الرمان، هذا اختياري طبعا، يعني كل شيء يعجبني طعمه بيها. ملعقة كبيرة من دبس الرمان، القليل من الفلفل الأسود، ونحرك. المشروم عندنا او الفطر عندنا دبل، صار هيجي صارت كل شكلها حلو. طبعا هسه تقدرون بهالاثناء خلص تاكلوها هيجي، او اني راح اضيف لوبيا. تشوفون هاي لوبيا من راس هيجي بها راس لوبيا، هذا لب اللوبيا، يعني حب اللوبيا. طبعا هذه علب حاضرة، اني اخذت نص علبة تقريبا كوب وربع من اللوبيا، كلش طيب طعمها ويا هاي الاكلة، جربتها يعني اني عن تجربة. راح احمسها ويا الباقي المواد، واضيف عصير ليمون اذا حابين، هذا اختياري والكمية اللي تحبوها. انا تقريبا خليت عصير ليمونة واحدة، وطبعا انا طفيت النار حتى تسمعوني، بس لازم ما يكون مطفي النار، يظل على نار عالية كل هاي الاشياء حتى تنطبخ بسرعة ولذب منه هواية مي. اضيف الطماطم، هذول 3 حبات طماطم قطعتهم هيك حلقات. نحرك شوية، الكزبرة، الكزبرة تنطيها في الطعم كلش طيب. اخلي شوية للتزيين. والشي اللي يعجبني اضيفه هو سمسم محمص، كل شيء يعجبني اضيفه على هيجي اكلات، نعطيه طعم كلش طيب. فد ملعقتين كبار من السمسم المحمص، وحرك. طبعا خلاص طفيت النار، ما تحتاج الطماطه كلش تذبل، نعطينا طعم طيب هيجي نص طبخه. هاي بهذا الشكل النهائي، طلع كلش طيب طعمه، سهل جدا. تشيل فراي صيامي بدون لحم. طبعا هسه تقدرون تطبقون رز احمر وتسووه طبقات، تخلون الحشوة طبقات وصار مقلوبي عادي يصير. وهي همينة تصير نوع من المقبلات، تقدرون تاكلوها باردة، همينة تخلوها كطبق جانبي يصير كلش طيب. طبعا تقدرون تخلوه بالثلاجة لمدة اسبوع وتطلعون وتحمون وتاكلون.
خاصة واحد جوعان شي ياكل مثلا، خلينا نقول العشاء للغدا يصير كلش كلش طيب. ان شاء الله عجبكم الفيديو، اشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، لا تنسون حبايبي تشتركون بقناتي على اليوتيوب. مع السلامة.